يا قلبي تعبك يا إني برب الظلام لست بيائس في الحقيقة الزلزال ليس مجرد الثواني وليس انهيار مباني بعدها أو ممتلكات تتضرر. في حصيلة جديدة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بلغت الأعداد أكثر من 8500 شخص. منظمة الصحة العالمية قدرت أعداد المتضررين مباشرة من الزلزال ب 23 مليون إنسان كإحصاء أولي. هذا يعني أنه هذه الحصيلة ممكن أن تزداد. موت بالزلازل المدمرة يتلو موتا بالعواصف الثلجية، والسوريون كالمعتاد في صدارة قوافل الضحايا. ما بعرف شو بدي أقول لك، كيف عم تدفي حالك؟ الله بدبر كل زيي. حتى الآن العائلات تحت الأنقاض. طبعا كما ذكرت مئات الجرحى عشرات القتلى، حتى الآن لا يوجد حصيلة. المشهد حقيقة نحن لم نعد نتحمل أصلا، يعني من كارثة إلى كارثة، يعني وضع الناس لا يحتمل حقيقة، وضع الناس لم يعد يحتمل. نقص الآليات، ما عندنا آليات للأسف الشديد. صارت الأهالي تجيب الجرارات الزراعية حتى تشيل الركام، عائلات بأكملها ماتت. في مدينة صرمدة تنتشل خدمات الطوارئ جثتين من تحت الأنقاض لشقيقين وجدا متمسكين ببعضهما البعض. ما طلع من حدا أطفال. شكرا. يعني لا ندري ماذا نقول. صهيب، وفاة 2 مصريين في تركيا. إعلام تركي إن أحد أحياء المدينة دمر بالكامل، نصف سكانه مفقودون. هؤلاء تقدر أعدادهم ب30,000. عادة bir hayal et şehir gibi olmuş. Bir en az 50 yıl geriye gittik. Hayatımız mahvoldu, çocuklarımız mahvoldu, hayatımız gitti. زي ما أعلنت السلطات التركية إن الزلزال اللي حصل عندهم ده ما شافوهوش من سنة 39. En az bayra her evden 2-3 kişi gitmiştir. Laflar boğazımıza dökülmeye başladı. Ağlamak yani ağlamak artık çare olmaz oldu. Ağlamak çare olmaz oldu. Ya Rabbim, o ne yapıyor atıyor ya Rabbim. Allah bilir.